بالأمس ودعت المملكة العربية السعودية أحد علمائها الكبار، بل هو أكبر عالم فيها، وهو الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين، عضو هيئة كبار العلماء وأحد رجال العلم والفتوى المعدودين في عصرنا. وقد ذهب وفد من قطر شاركت فيه لتقديم العزاء لأسرة الفقيد وللمشايخ والعلماء وللحكومة السعودية، وصلينا عليه في المسجد الحرام وتجاه الكعبة المشرفة. فرحم الله الشيخ ابن عثيمين، لقد عاش هذا الرجل للعلم وللدين، لم يدر وراء المناصب، بل عاش مدرسا ومعلما ومفتيا ومرشدا، حتى إنه منذ 8 سنوات أعطي جائزة الملك فيصل لخدمة الإسلام، ولكنه لم يحضر ليتسلم الجائزة ويلقي الكلمة التي تقال في هذه المناسبة، وأناب من ألقى كلمته ومن تقبل جائزته. هذا يدل على أن هذا الرجل رجل متجرد وليس من أهل الدنيا وطلابها. لم ألقى الشيخ ابن عثيمين في حياتي إلا مرتين، مرة في مؤتمر عالمي لمكافحة المسكرات والمخدرات والتدخين عقد في المدينة المنورة بالتعاون بين الجامعة الإسلامية في المدينة ووزارة الداخلية السعودية، وكنا معا في لجنة واحدة من لجان هذا المؤتمر، ورأيت فيه رجلا فاضلا على خلق ويعرف بالسماحة وبالابتسامة والخلق الفاضل. ولقيته مرة أخرى منذ 2 سنين في شهر رمضان لقاء عابرا تصافحنا فيه، وحدثني حديثا عابرا عن قضية تتعلق بالمرأة. ومنذ 2 شهر أو أكثر قليلا كنت في الرياض في مؤتمر المجمع الفقهي وعرفت أنه مريض، فقلت لصاحبي وهو أحد علماء المملكة، قلت له لنذهب إلى الشيخ ابن عثيمين لنسلم عليه، فهذا من حقه ونعوده في مرضه، واتصل به ولكنه لم يجده للأسف. في ذلك كان يوم الأربعاء، وهم يخرجون عادة في أيام الأربعاء إلى الخارج، وودعنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، وترك وراءه علما نافعا، وترك وراءه تلاميذ بالمئات وبالألوف، وترك وراءه هذا الذكر الطيب. وهكذا الإنسان يذهب ولا يبقى إلا ذكره حسنا كان أو سيئا، والذكر للإنسان عمر ثان، كما قال شوقي رحمه الله: دقات قلب المرء قائلة له إن الحياة دقائق وثواني، فارفع لنفسك بعد موتك ذكرها، فالذكر للإنسان عمر ثان. ذهب الشيخ ابن عثيمين وترك علمه وترك ذكر الناس له ودعوات الناس له وترحم الناس عليه، فقد كان رجلا يتبع الدليل كما لاح له، ربما خالفه غيره وربما خالفته في بعض فتاويه، ولكنه كان يتبع الدليل ويفتي ولو خالف الناس جميعا. وكان من فتاويه التي أفتى بها أن الطالب الذي يدرس في أوروبا أو أمريكا أو اليابان أو غيرها هو مسافر يقصر ويجمع، وإن بقي
سنوات أو بقى 10 سنوات يظل مسافرا، وهذا خالف فيه الناس جميعا، ولكنه رأيه. فهذا يدل على أنه عالم يقول ما يقتنع به ويعلنه ولا يبالي خطأه الناس أم صوبوه. وهذا شأن الإنسان العالم. العالم يدين الله بما يصل إليه اجتهاده، وليس يطلب من العالم أن يتبع آراء الناس، وإلا كان خيانة لعلمه وخيانة لدينه. هذا الشيخ محمد ابن صالح العثيمين